جميل ليش طفيت التلفزيون؟ يضربوا هن وهالدعايات، يعني إذا مو بكل دعاية دحشوا بنت ما بتنباع البضاعة؟ إيه طبعاً لازم يحطوا بنت حلوة مشان تحلى البضاعة بعين العالم. تأخروا جميل، أبصر شو صاير معهم. يمكن بطلوا. أصلاً هذا اللي بدك إياه. أحسن لي، إن شاء الله، لأنه بدي نام. أكيد هني. مساء الخير. مساء النور، أهلين مها. كيفك؟ يا أهلا وسهلا، تفضلي يا أهلين. أهلين يا أستاذ معين. مساكي. تفضلوا يا أهلا وسهلا، تفضلوا يا أهلين. كيفك أستاذ جميل؟ هلا الحمد لله، الحمد لله. مساء الخير أستاذ جميل. الحمد لله، الحمد لله. مساء. الحمد لله. ما عرفكم ببعض. مها مرته لمعين، جميل زوجي. فرصة سعيدة، تشرفنا أخي جميل. الحمد لله، الحمد لله. ليش واقفين؟ تفضلوا عدوا، اهلا وسهلا. شكرا كثير. ميرسي. عيب الشوم، ليش معذب حالكم؟ مو معذبين حالنا ولا شيء، نايم اشتهالكم ياهو، ما بعرف شو فيها. فيها حلو، انا كثير بحب الحلو. شكرا كثير استاذ نايم، عذبت حالك. انا قلت اني انا كثير بحب الحلو، هدول جايبهم مشان اكلهم انا. صحتين وهنا. يلا امي لله، شو بدنا نساوي؟ باكلهم انا واخي جميل، ما هيك اخي جميل؟ ونحن الحمد لله، الحمد لله. انتو كل الحلاوة، انتو مو ناقصكم حلاوة، انتو العلقم بيدخل لتمكن بيطلع قطر. شايف يا أستاذ جميل، شايف قديش جوزي هالكني بغزله؟ الحمد لله، الحمد لله. علقت دينام. معناتها بحبك كتير مها. من جهة بحبني، بحبني كتير، ليش الكذب؟ بس أوقات بيزيدها شوي، والزايد أخو الناقص. مرتي مها بتتضايق كتير من حكي الحلو، خصوصي إذا كنت عم جامل حدا غيره. ما قلنا إلا أستاذ جميل، حضرتك بتقدر تشوف وحدة حلوة وما تقول لها أنت حلوة؟ الحمد لله، الحمد لله. قلت لك بدي نام. ما حكيتي لي هنا شلون كانت جولتك بتدمر؟ إن شاء الله ما تعبتي. خلينا نروح أنا وياكي على المطبخ نساوي القهوة وهنيك بحكي لك، وخلي الأستاذ نعيم مع جميل يتعرفوا على بعض. يلا. بشو ساعدك انا؟ مو جايبتك لتساعديني، انا جايبتك لتقولي لجوزك يخفف مجاملات، انا جوزي بيتضايق. مع اني والله العظيم وصيته. بده يحرمني اطلع من البيت. ما مشكلة، خلينا نعمل قهوة، اعطيني الدولة. انا عندي محل ادوات كهربائية. إذا لزمكم شيء، احتجتوا لأي شيء، اعتبروا المحل محلكم. شكرا، نحن مو لازمنا شيء. إلا ما يلزمكم شيء. غرض إلكم، غرض لغيركم، هدية. لا تتردد أبداً إذا لزمك شي بإنك تقرع باب محلي، المحل تحت أمرك. شكراً. وأنا كمان إذا لزمني شي من مديريتك ما رح أتردد أبداً بإني أعتبر المديرية مديريتي وفوت لعندك. المديرية مفتوحة لكل المراجعين. جميل. الحمد لله، الحمد لله. يا اهلا وسهلا يا اهلين، ليش واقفين؟ تفضلوا عدو. تسلمي كلك ذوق. تفضلي مها. يسلموا هالايدين. تفضل استاذ نعيم. شلون عملتيها حلوه؟ انا بحبها حلوه. ها مرتك حطت لك معلقه سكر، تفضل. يسلموا لي ديات مرتي الحلوين. جميل شرب قهوه. دائما ان شاء الله بالعز. حلو كتير ديكور شقتكم، واضح انه في ذوق رفيع. هذا ذوق جميل. برافو. اكيد المدام مساعدتك بانتقاء بعض القطع الفنية، لانه المثل بيقول انه وراء كل رجل عظيم امرأة. جميل، هذا هو الخاتم يلي بدي مثله، حلو كتير، جيب لي مثله. ممكن تشلحيه معها؟ تكرم عينك. يوه، ما عم ينشلح، صار ضيق شوي. ما لقيت أكبر منه. بلا ما تشلحي. جميل قرب شوفه بإيده. شايفه، شايفه. أنا بقرب. شوف جميل شو حلو. إيه شفته، حلو حلو، الحمد لله، الحمد لله حلو. مو الخاتم الحلو، الإيد اللي لابسته هي الحلوة. لا أنا ما قلت لك كلمة برات الطريق ما بدي اسمع. حبيبتي اتحاموا علي، يعني الطريق كان ملغم، اضطريت أطلع على البنكيت. عمري ما بقى اروح معك لمحل، خصوصي لعند رفقاتي. يعني هلا انت ليش محمقه حالك كل هالقد؟ بس بدي افهم،
فوق ما تغزلت لك بايديك وقلت عنهم احلى من الخاتم. بتشكرك على هالكلمتين الحلوين اللي قلت لي اياهم من زي الكلمات الحلوه اللي قلتها لهناء. اصلا الكلمتين اللي قلت لي اياهم مشكوك فيهم وبيتاولوا غير شكل. شلون يعني غير شكل؟ يعني انا بعرف انك بتقصد ايدين هناء لانها بدها تشتري خاتم مثلي. يا لطيف يا لطيف، هلا معقول انت قديشك شكاكه وظنونه؟ معقول انا اقصد هيك؟ بقطع عيني اذا مو قصدك هيك. ما كان صار شيء لو اخذت الصحن الجاتو من ايدها؟ ما بحب الجاتو، ليش لاخذ من ايدها؟ مشان ما تخجل الست يلي قدرتك وقدمت لك صحن الجاتو. الاصول انك تاخذه وتشكرها وتحاكيها كلمتين حلوين وبعدين تصطف الاكلت الجاتو ولا ما اكلته انت حر. اصلا ما بجوز تقوم هي الضيف، مين صاحبه البيت؟ انت ولا هي؟ جميل لا تضيع الموضوع، خجلك الزايد مع النسوان ما بيسوى، عم يسبب لي احراجات كثير. شو بدك يعني ساوي لهم يعني؟ بوسهم ولا اقصهم؟ انا ما بدي اياك تبوسهم، بدي اياك تجاملهم كلمتين حلوين. لا جاملون، سايرهم بكلمتين عن الطقس، عن الغلا، عن الدعايات اللي ما بتحبها، عن حي الله شي. هلكتني طول السهرة وانت نازل متاوبة، ما حكيت ولا كلمة غير الحمد لله، الحمد لله. ما معقول جميل، ما حلوة هيك، بعدين بيقولوا عنك معقد. ليش هذا المعسفة جوزة؟ عصاية طقي، خلى دور لحدا يحكي؟ أصلاً ما بيستحوا هني، قاعد يغازل مرته عنا بالبيت، ما سمعتي شلون عم يقول بحب القهوة، حلوة، يسلموا لي إيدين مرتي الحلوين، يغازلها ببيتهم. معناتها ما كنت ناسان. لا ما كنت ناسان. لك صحيح انا بدك ترجعي تتصلي برفيقتك هبه، هي هبه برقدم تحكي مع ابن خالتها، برقدم ما بيطلق الموظف اللي عندي ان شاء الله، لانه المسكينه كمان يوم اجت لعندي وترجتني ووعدتني انه تهتم بجوزها وتدير بال عليه وتصير تغار عليه وتساله وين عم يروح وين عم يجي. بدي نام. انتوا بهنيك يا طارق. يا سليم حاجة تاني. يلا عجل ولك عجل، فوت عليك. ها لا شو بفوتي خلصوا. يلا عجل، يعني حتى بهالشغلة ما لازم يرتاح فيها الواحد. يلا خد شنطايتك ولك تعال هون. لوين رايح؟ بدي اقول لابي شغله. ابوك مو هون. وينه؟ طلع من الصبح بكير. وين راح من هلا؟ اي شي بعرفني ما سالته. عجلو اجي الاوتو كار عجل. يلا حبيبي يلا تعال خد شنطايتك. يلا بدي اعرف مين اخترع هالمدرسه هيك. يلا عجلو مع السلامه، كير بالك على الدنيا. بدي اكل. ما في تاكل ليجي ابوك. جوعان. عد للعشرة وتلاقي ابوك اللي اجا، هذا وقته. واحد اثنين اربعة سبعة عشرة، هاي عدت العشرة، ما اجا ابي، بدي اكل. عد منيح. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عدت منيح، ما اجا ابي، كمان بدي اكل. عد شوي شوي. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عدت مخربط وبطيء وسريع وما اجا ابي، بدي اكل. ام انا كمان جوعان. معلش ماما طولوا بالكم خمس دقايق، هلا بيجي. بجوز مبنشر معه الدولاب على الطريق. اصلا انا كل خوفي يكون ابي مبنشر. مرحبا كيفك؟ صارت بدي اكل. مثل ما بدكم. يلا ماما قوم قوم غسل ايديك. يلا انت بتاني. انا مغسل ايديني. ايه انت ما شفتها بالمدرسه. ارو غسل مره تانية. يلا رو. بدي افهم منين اخترعوا لنا الصابون هاد. يا ترى شو اللي اخره؟ ماله بالعاده يتاخر دقيقه واحده بس ما يكون عامل له شي حادث بالسياره. خير شوفي؟ أوامل حتى تغسل إيدي؟ شو هو حمام؟ شمي. روح غسله مرة تانية. هلا تعدي تتحججي؟ ما رح يجي قبله وغسلت إيدي عشر مرات. رح يشوفي مع مين عم يتغدى. ولا؟ ماما أنا جعت. فوت تغدى مع أخوك. ما
من هلأ ها الفخذ للولد الكبير. أكل الفخذ الثاني. هاد لبابا، ما هلا تعرف العادة؟ أكله أكله، لو بده يجي كان إجا من زمان. جيب لي واحد قهوة وسط. يا ترى شو عم تعمل هنا هلا؟ تغديت ولا لسه؟ طب يا ترى بشو عم تفكر؟ ما سألت حدا ليش تأخرت؟ أكيد سألت حدا، معناتها بتكون بلشت تشك. لك خليها تشك، بلكي بتصير تهتم فيي بقى. جميل، إيه ماله بالعادة؟ إن شاء الله تكون هالتأخير على خير يا رب. الجراسين بلشوا يزوروني، ما بي غيري بالمطعم، معناتها لازم أقوم. بس يعني لو ضليت قاعد ساعة تانية كان أضمن لنجاح الخطة. لا عم يزوروني عن جد. وين بدي اقطع لي شي ساعة تانية؟ وين وين؟ روحت علي نومة بعد الظهر، بس هالخطة بإذن الله رح تنجح. ليش لروي علي نومة بعد الظهر؟ لا باخذ غفوة. لا بحادث ولا بشي. لك وين كنت؟ كنت معزوم على الغداء. وليش ما قلت لي من اول ما كنت انتظرتك؟ العمى ما عمى، لا سالتني مين عزمك ولا باي مطعم ولا شو اكلت ولا ان كان في ستات على الطاوله ولا لا. معناتها الخطة ما زبطت، تشنططت على الفاضي. أنا لازم طبق الخطة الثانية.
شفت انه ما رح تخانه؟ غشيمة كانت لازم تعمل مثل سحار تقوم الدنيا وتقعلها. مين سحار؟ يلي بالمسلسل. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي يلي ما بتسهر شي ليلى يا حبيبي. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي يلي ما بتاكل شي غير الف مرة يا حبيبي. مرحبا بابا. اهلا بابا. وين كنت لهلا؟ وانت شو دخلها؟ قصدي تغديت ولا لا؟ وليه عم تسأل؟ اكل فخدة الدجاج تبعك. صحتين. جبت نعيط علي. فس اللي محيرني وما خلانيش انام ازاي انا اقدر. هنا شو رأيك بهالجرافي؟ حلوة على الطقم؟ كتير حلوة. طيب هي أحلى ولا اللي كنت لابسها؟ لا هي أحلى. يعني اللي كنت لابسها مو أحلى. طيب شو رأيك بهي؟ أنا شايف كأنه هي بتلبق أكتر. شوفي هلا بدك رأيي؟ ايه؟ الجرافات الجديدة أحلى من هدول التنتين. البسها. وين حاططيها؟ بالخزانة. سنان شوي بدي ايروبيك. ولا اقول لك بلا ما البسها هلا لاني تاخرت على الموعد. اوعيك يروح فكرك لبعيد وتفكري عندي موعد مع شي وحده لا سمح الله. بتعرفي انا ما عندي هالفصول. بعرف بعرف. طيب ما بدك تعرفي الموعد مع مين؟ يعني مع مين رح يكون؟ ما عارفه من رفقاتك ورايحين على شي محل. تسلمي لي على الثقة. بجوز اتأخر لا ينشغل بالك. اوعك تفكري عندي موعد مع وحدها. لا حبيبي شو هالحكي؟ تطلع على قبري. لو دخيل اشبوبية انا روح محل ما بدك حبيبي. انا بعرف انك بتثقي فيي انت. اتصلي بهبة هيبة هي رفيقتك برقدان ابن خالتها ما بيطلق الموظف اللي عندي لانه وعدته هي انه تغار عليه وتدير بال عليه وتسأله وين بيروح وين بيجي. من عيوني التنتين. لا تكلي همي. ها اوعك تفكري عندي. حقابله بكرة. يا بر قلبي شو حلو. برد الدنيا برد كتير. حقابله بكرة. تطلع على قبري وين ما بدك نروح. وين بدي روح؟ شو سويت بحالي أنا؟ وبعدين مع أنا هاي مالي غير أمي جاي لعندك يا مو. هبدني بدي أحكي مع هيبة. ألو مرحبا كيفي؟ عذري يا على قطاطك كيف عرفتيني؟ شو أخباري؟ مشتاقت لك. صحيح هبة هبة بدي أسألك سؤال. أنت عم تشوفي ابن خالتك أحمد؟ لا أنا ما بدي منه شي بس سمعت إنه زعلان من مرته ومرته قلقانة عليه. صحيح؟ ايوه. لا مطولي بتكون مساعده ماما؟ لا ماما انا خلصت. برافو عليك. وانت؟ وانا كمان خلصت. ورجيني برنامجك. شو مالك مصدقتيني؟ مصدقتك بس بدي اتاكد. وليش لحتى اكذب عليكي؟ ما بتعرفي البابا شو بيقول؟ انتوا عم تدرسوا الكم مو انا. معلش حبيبي بحب اتاكد انا. خلص ماما خلص. أنا شفت له برنامجه وسمعت له القراءة ونقلت الإملاء. غريبة طلع حافظون. طيب ضبوا غراضكم ورتبوا أوضتكم عشان أخذكم ساعة لبيت جدكم. لا بتردوا الغرفة بالأول. لكن إذا ما عندي بنات ما بتساعدوني. ألو أهلي مين؟ أهلي أمل. يا أهلا وسهلا كيف الماما؟ يا أهلي لا جميل مو هون. بدك يافشي ضروري؟ بدك تشوفيني انا؟ اهلا وسهلا فيك عم انتظرك. يا اهلي مع السلامه. شو بدها هي؟ اكيد بدها تشكيلي على جفاصة جميل معها. ايه شو بدي اعمل لها؟ عجزت معه انه ياخذ ويعطي مع النسوان ويجاملهم ما في فايده. ما اقول لحقي بتجي؟
مرحبا هنا. اهلا ام محمود. شو عم تعملي؟ ما عم بعمل شيء. جاي اخبرك شغله بتخصك. في شيء؟ اعملي قهوه ونحن عم نشرب القهوه بنحكي. ايه ماشي تفضلي. اهلا وسهلا. سحر افتحي الباب. نسيت لك سحر عند رفيقتها. لا افتح انا. ايه دقيقة. اهلين. ما معي حدا. شو وين الاولاد؟ جاي لحالك؟ ايه لحالي. ومرتك؟ كمان بالبيت يا مو. شو ما بتتنازل تزور بيت حماه تقبرني؟ لا يا مو مو هيك القصة. لكن شو القصة؟ صار لشهر ما فاتت بيتنا إننا بنعزمها على الكبة المشوية بركي بتعجبها وبنشوفها. قامت قصدا سافرت وما اجت، واليوم بعتك لحالك وما اجت. اللي تقبرني شو القصة؟ لا يا مو ما في شيء، تعي شوفي شو جبت لك، تعي. إيش جايب لك كنافة من اللي بحبها قلبك يا مو. هلا شيلنا من الكنافة وقلي ليش مرتك ما اجت معك؟ طيتها مريضة. مريضة؟ وشو مرضها؟ لا ما في شيء يا مو، شوي تقريب. قريب؟ غريب. طب الولاد ليش ما اجوا معك؟ كمان ما بدها تخلي الولاد يزوروا بيت جد هون؟ وينه ابي؟ بلكي بياكل له لقمة كنافة. سحر يا بيا؟ عم بسألك جاوبني، الولاد ليش ما جبتهم معك؟ عم يدرسوا عندهم فحص بكره يا مو. انت اللي بدك فحص، مالك عاجبني اليوم، شو قصتك؟ لا لا يا مو ما في شيء، بس ابي وينه ما قلتي لي؟ راح على القهوة. واختي سحر؟ راحت لعند رفيقتها. إلا كان يا مو من أم لهم حصتهم لبين ما يجوا. الله يعطينا خيره. عادة ما بمر إلا بالشهر مرة. شو جايبه اليوم؟ لسه جمعة كان عنا. يا ترى شو بده؟ وليش متشيك ولابس كل تيابه كأنه رايح على عرس؟ والكنافة شو قصتها؟ ايه جميل عم اسمعك. ما حكيت شي يا مو. قصدي احكي. شو بدي احكي؟ شي اللي جاي من شانه. مالي جاي مشان شي. اشتقت لك، قلت بشتري لي شوية كنافة بجيب لك اياها هون وبستفقدك. كتر خيرك، بس ما في بالعادة. إذا متضايقة من جيتي يا مو بروحها. لا يا جميل، أنا أحب على قلبي شوفك، شوف مرتك، شوف أولادك، بس لا بس ولا مس يا مو، من اليوم ورايح بدي أجي لعندك على طول، وما عاد أجي شغلة ساعة ساعتين، لا، بدي أجي وبلط عندك، وأتعشى كمان، انبسطي يا مو، روقي. أهلا وسهلا، البيت بيتها. بس عدم المؤاخذة، ممكن أعرف شو سبب هالتغيير المفاجئ؟ متقاتل مع مرتك؟ لا يا مو أبدا. إيه الله يعطينا خيرك.